الموجز التربوية، أهلا بكم. أنهت مديرية تربية ريف دمشق كل الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020 المقرر انطلاقه في الأول من أيلول المقبل. هذا وأكد مدير التربية في ريف دمشق ماهر فرج أن العمل جار لزيادة أعداد المدارس المؤهلة في بلدات ريف دمشق، لا سيما التي تحررت من الإرهاب، ليصبح عدد المدارس المفعلة في ريف دمشق بشكل عام مع بداية العام الدراسي 1049 مدرسة بزيادة 40 مدرسة عن العام الفائت. انطلقت في مديرية تربية دير الزور 3 دورات تدريبية للمناهج المطورة ودمج التقانة بالتعليم والمنهج الصحي، والتي تأتي استكمالا للخطة الوزارية بهدف تعزيز قدرات المعلم في الصف وتحضيره بشكل جيد قبل بدء العام الدراسي. حيث أكد مدير التربية خليل حاج عبيد أهمية الدورة لتعريف المعلمين بالمنهج وكيفية تطبيقه، إضافة إلى مهارات التواصل وتحقيق أهداف تطبيق المنهج الصحي، مشيرا إلى أن هذه الدورات مهمة للمعلم لتزويده بمعلومات جديدة يتم تطبيقها خلال العام الدراسي. أنجزت مديرية تربية الحسكة أعمال الصيانة العامة لنحو 14 مدرسة متضررة من جراء الاعتداءات الإرهابية في مدينتي الحسكة والقامشلي، وباتت جاهزة لاستقبال التلاميذ والطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد. ختام الموجز بأمان الله.